السؤال الثاني في الرياضة. هو رياضة. نتيجة 50-10. رياضة. أول ما يتقالوا رياضة يقول لك لا. بعد كده يجاوب على كل أسئلة الرياضة. مش فاهم أنا. شد حيلك. إن شاء الله. عايز 10 نقط دول. بشكويا. رياضة والسؤال هو. من هي أول لاعبة مصرية وإفريقية تحترف في تاريخ الدوري الألماني لتنس الطاولة؟ كانت بتلعب في النادي الأهلي. دينا مشرف. برافو عليكي، إجابة صحيحة. برافو عليكي يا نايرة. هارنات كاميدو. برافو عليكي. حصلت على ذهبية إفريقيا 8 مرات وتعد من أفضل 50 لاعبة في العالم. يبقى حقيقة ولا لأ؟ حقيقة. طبعا لازم الحقيقة. دينا مشرف بطلة مصرية عظيمة. نتيجة اتغيرت 50-20.